أدى هبوب عاصفة رعدية على العاصمة نواكشوط ليلة البارحة إلى تضرر عدد من المنازل في أحياء متفرقة من العاصمة، إضافة إلى تضرر بعض محلات الرصيد المتخذة من شنبات الطرق مستقرا لها. وقد كان لحي أغواطين أو حي العقيلات بمقاطعة توشن نصيبه من تلك الأضرار. كاميرا الوطنية زارت الحي وعادت بهذا التقرير. حي أغواطين أو منطقة العقيلة بمقاطعة توجنين، بلدة عشوائية يعاني سكانها قساوة العيش ومرارة الحياة في حالة يرثى لها بعد أن لعبت الرياح بمساكنهم وبقوا بدون مأوى ولم يجدوا ما يقيهم حرارة الشمس الحارقة ومطر الخريف. جاتني الكارثة البارح وطيحت المكينة وروحت النساء والعليات مرق وحبال غروب والشاشرة، وقطعا عنها خلات مخلفات في الناس رؤبة. الدولة ما علمت بيها ولا مشات النحد ولا عرفنا كان عندنا دولة، والله ما هي عندنا. نساء وأطفال وشيوخ أجبرتهم ظروف الفقر والحاجة على اتخاذ هذه الأكواخ والأعرشة المتهالكة التي بلغت من الكبر عتيا ولم تعد يتسنى لها الصمود في وجه تلك العواصف التي تصاحب الأمطار ولم يجدوا عنها أي بديل. هاي الصيحة ما يرضى أحد شعبه، ولا الشعب قاعد داخله بعض من جهه، شعب داخله قاعد ما هم ندوته ما يرضى له هاي الصيغه. ايش قال هذا اولاده وشعبه؟ هذا نختار احنا انتوا كاملكم حكومتكم ورئيسنا، احنا من رئيسنا طالبينكم انتوا تبلغوا له عنا فاصلين فيه. لعقيله أغواطين محتاجه اليوم للرئيس ومحتاجه للحكام والولات بكل صيفه، بكل صيفه والله الا من عند امها، والله الا من عند شبيحه باطل، لا شبيحه شبحوها على روسنا. بعد الشقة وصعوبة الحال أمور من بين أخرى زادت من وضعية سكان هذا الحي المأساوية. رغم كل ذلك ما زالوا يطالبون الدولة بلفتة إلى ما آل إليه حالهم، وخصوصا بعد هذه الكارثة التي حلت بهم. سابق ذي الكارثة اللي البارح يعاني من كل مثلا مسؤولية ضعفها، خلق ما عنده تراب، ما عنده شيء سوه، وشنه ساكن على الزيرات جوعان وعطشا، وطالب من الدولة إلى عادل لي إذا الشعب شعبه عاطيته عناية ومعترفة به أنه في ضر كبير وفي كارثة كبيرة سابق ذا اللي خلق البارح. في انتظار أن تلبي السلطة صرخة هؤلاء المواطنين، يبقى سكان العقيلة يعيشون في دوامة من اليأس بعد أن أجبرهم ضيق ذات اليد على السكن في حي شبه منسي، آملين أن تجد الدولة ذات يوم حلا لمشاكلهم. عبد الله البلال، قناة الوطنية، نواكشوط. وفي سياق متصل، تسببت عواصف رعدية مطيرة ضربت مناطق مختلفة من ولاية ترارزا في سقوط عشرات المنازل في قرى بمقاطعتي ركيز وبوتليميت، دون الحديث عن إصابات في الأرواح. وتحدثت مصادر إخبارية عن سقوط قرابة 60 منزلا في قرية أجوير التابعة لمقاطعة ركيز، كما أكدت سقوط 62 عمودا من شبكة الكهرباء التابعة لقرية بلغريبان ببلدية برينة. كما تسببت العواصف الرعدية أيضا بحسب مصادر إعلامية في بتليميت بسقوط عشرات المنازل وتضرر أخرى في قرى تابعة للمقاطعة. حث والي العصابة المزارعين بالولاية على الإقبال على الزراعة واستغلال المساحات الزراعية ومضاعفة الجهود لإنجاح الموسم الزراعي هذا العام، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية الشعوب حسب قوله. جاء ذلك خلال جولة تفقيدية للوزير شملت مناطق زراعية ببلديات مدينة باركيول. ومن جهتهم طالب المزارعون بالعصابة السلطات الموريتانية بتوفير السياج لحماية مزارعهم وترميم بعض السدود الرملية المنتشرة بكثرة في المنطقة والتي تأثر بعضها جراء التساقطات المطرية.